كما ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذ غازي الرحمة، عضو مجلس النواب. سعادة النائب، كيف تنظرون إلى تطبيق قانون العقوبات البديلة خصوصا في هذه الأيام الوطنية المباركة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حبينا نقول قيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين أعياد سعيدة دائما إن شاء الله على مملكتنا الغالية، مملكتنا البحرين، في هذه الأيام المجيدة. نعم، استبشرنا اليوم بإعلان النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين باستبدال عقوبة 530 محكوم. ولا شك أن هاي الخطوة اللي صارت جت في توجيهات عاهل البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة. ومثل ما تعرفون فإن قانون العقوبات البديلة هو من القوانين المتطورة جدا واللي أقرتها السلطة التشريعية في عام 2017، أي يعني تقريبا قبل سنتين. ومنذ إقرار هاي القانون نشوف أن الجهات المعنية بالتطبيق وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية قاعدين يبذلون جهود كبيرة من أجل تطبيق هاي القانون الجديد ومن أجل التوسع في تطبيقه. طبعا احنا في مجلس النواب وفي اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتمعنا سابقا مع معالي وزير الداخلية وتناقشنا حول قانون العقوبات البديلة، ووجدنا ان هناك في جدية كبيرة في تطبيق هذا القانون، وبالفعل ولله الحمد هذه الجدية نلمسها في عدد من تم تطبيق القانون عليهم المحكومين اللي وصلوا سابقا الى 1116 محكوم، واليوم يضاف اليهم 530 محكوم جديد. هؤلاء المحكومين ال 530 طبعا راح يخرجون من السجن وتكون عقوبتهم بديله هي خدمه المجتمع، وطبعا راح يكون ادخالهم في برنامج تاهيل وتدريب بالاضافه الى حظر ارتياد اماكن معينه. احنا بالنسبه لنا في مجلس النواب نرحب دائما بهاي الخطوات واللي جاءت في ظل احتفالات المملكه باعدادها الوطنيه وانجازاتها التاريخيه الأخيرة الكبيرة في مجالات مختلفة. ولا شك يعني أن هاي الخطوة راح تدخل الفرحة في قلوب مئات العوائل البحرينية، وفي نفس الوقت راح تمنح الفرصة لهؤلاء المحكومين لخدمة وطنهم وتفتح صفحة جديدة من حياتهم. فكل الشكر والتقدير إلى سيدي صاحب الجلالة أبو الجميع على توجيهاته السديدة، خصوصا احنا نشوف أن البحرين قاعدة تعيش الأفراح، واحنا من دورنا كسلطه تشريعيه طبعا نرحب دائما بهاي الخطوات اللي قاعده تصير. نعم، اذا سعاده الاستاذ غازي الرحمه عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.